المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محطة أخرى يطالها عبث الميليشيا الممنهج بحق مؤسسات الدولة. 300 مليار ريال، مبلغ جديد يضاف لقائمة طويلة من الأموال المنهوبة بحسب لجنة متابعة ملف التأمينات بصنعاء. اللجنة قالت إن مبلغ 300 مليار ريال اختفى من أموال المؤمن عليهم الخاصة بالقطاع الخاص التجاري والصناعي والخدمي والشركات النفطية والاتصالات والبنوك في عموم الجمهورية. أكثر من 10,000 مؤمن عليهم لم يحصلوا على رواتبهم التأمينية منذ 3 أشهر على التوالي بسبب عملية النهب هذه التي أشارت اللجنة إلى أنها أتت نتيجة لتدخلات سلطة الميليشيا بصنعاء واستحداثها لقوانين تسهل وتشرعن عمليات السطو على أموال الشعب بذريعة المجهود الحربي. المتقاعدون والأرامل والأيتام هم جل ضحايا فساد سلطة الميليشيا هذه المرة، وبدلاً من مراعاة وضعهم الاجتماعي والسعي لحفظ كرامتهم، ها هي تدفعهم ككثيرين سبقوهم لرصيف الحاجة والعوز.